مفيش حاجة اسمها حب، في أصول وأعراف وتقاليد لازم نتمسك بيها. مظبوط يا ماما ولا لأ؟ ولا في دي كمان أنا غلطان؟ يا فؤاد، يا فؤاد استهدى بالله يا أخي، أنت ليه متعمد تقف في طريقها؟ ليه عامل زي الشريك المخالف؟ أمال دي أختك ودي مصلحتها. أمال لو اتجوزت بدرخان هتبقى مصرية، هتاخد الجنسية المصرية. بس أنا مش هتجوز بدرخان عشان الجنسية، مش أنا اللي أعمل كده. أنا هتجوزه عشان بحبه وبيحبني، وعشان عايزة راجل يحميني. وأخوكي وأنا مش بنحميكي؟ أنا أصلاً عايزاه يحميني منك، يخلصني من ذلك وتحكمك فيك. شايفة يا ماما؟ عايزة تخلص مني. يرضيكي كده؟ يرضيكي كلام الهانة؟ أنا مش موافق يا اسمهان، مش موافق يا أمال، مش موافق يا هانم. جالكم كلامي؟ قلت لكم مش هيوافق. يوافق ولا ما يوافقش؟ بالهداوة يا جماعة بالهداوة. ماما أنا هخش دلوقتي أتكلم معاه، وأنا متأكد إن أنا هعرف أتكلم. اتكلم معاه. ممكن بقى تسمعني يا فؤاد بالهداوة؟ دلوقتي احنا كبرنا في مصر، جيناها واحنا صغيرين وكبرنا فيها، وما شفناش من اهلها يا فؤاد غير كل ود وكل احترام. وكل الناس اللي تعرفهم اختك وهم يعرفوها ما هماش من ملتنا. يبقى ايه العمل بقى؟ ها؟ نفضل مقعدينها كده من غير جواز زي البيت الواقف لحد ما يجي لها واحد من الجبل ويعلم بقى ساعتها هيعجبوا بعض ولا لا؟ مش شغلي. يا فؤاد، يا فؤاد ده حتى في الجبل نسيونا. بس انا ما نسيتش. ما تفكرش بانانيه يا فؤاد، دي اختك ودي حياتها. ولا تعنيني بحاجه. بس كده يبقى تعنت. انت زي ما تكون عايزها تفضل كده في الحاله دي عشان تفضل انت برضو تعمل اللي انت بتعمله. يا فريد، انت ناسي ان الراجل ده اللي اسمه بدرخان متجوز من واحده اسمها روحيه خالد؟ والراجل ده ما خباش علينا، قال لنا كل حاجه، وفي النهايه هي حره وده قرارها. طيب لما امنع الجوازه دي ابقى غلطان ازاي؟ يا فؤاد، انا مش هقولك ان جوازها من بدرخان فيه خير ليها، بس هقولك حاجه تانيه. الانسانه دي مرتاحه للراجل ده وبتحبه. بدرخان انسان محترم، وعيلته في الصعيد ما تقلش ابدا عن عيلتنا في الجبل. ولا انت عاجبك الكلام اللي بيتقال عليها؟ اختك فنانه يا فؤاد ومطلقه وعندها بنت، والناس ما بترحمش، خصوصا لو كانت فنانه ومطلقه. ارحمها انت بقى من كلام الجرايد ومن كلام العمال يتقال عليها ده. سكت يعني؟ انا عارف ان كلامي اقنعك، وهقول لك حاجه كمان هتعجبك انت بالذات. بدرخان مخرج ناجح، ولو اشتغلنا معاه انا وامال ممكن نعمل افلام كتيره قوي. امال لو عملت فيلم واحد ناجح هيبقى اجرها في الحفله الواحده هيرتفع من 50 ل 500 جنيه. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ خلاص موافق، بس بشرط مش هحضر الفرح عشان ما يتقالش في الجبل اني موافق.